اسكندريه ماليه وسفر الاخرين. لكم ان تتاملوا جمال تلك المباني الاثريه. بس في بعض المباني بيتم الحفاظ عليها وبشده طبعا، زي فنادق الخمس نجوم شاجن بيرجر سيس اهو اللي احنا ماشيين قدامه ده، طبعا جميل وتحفه وانا حباه واي حد يحبه. احنا كنا اقمنا فيه وهتلاقوا تصوير كامل للحجرات المتشابهة جدا وللمطعم وغيره على القناة. شايفين الجمال؟ حاجة لما تحافظوا عليها بتنها برونقها وبتنها بجمال. طبعا اللي احلى من الشيكن برجر سيسل البحر اللي قدام الشيكن برجر سيسل. الشيكن برجر سيسل على ثلاث شوارع تحفه. ومحطة الرمل نفسها تحفه. انا بحب اسكندريه قوي بس بحب دونور اكتر. والى اللقاء.